بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. مشاهدين الأعزاء، على بركة من الله أعلنت انطلاقة هذا الشوط، شوط خنجر الجعدان، أقوى الأشواط للجعدان. انطلقت الأصايل في رحلة البحث عن الناموس. المركز الأول، المركز الأول نيمار علي بن خميس الهاشمي، أحد أقوى المرشحين. بينما المركز الثاني وصل جبار بدر بن سالم الضيري. المركز الثالث هنا وصل سراب خالد بن سعيد الربيعي، ولكن أرجع مع المركز الأول مع الصدارة مع نيمار. نيمار بإنجازاته بماضيه المشرف يتقدم على المركز الأول على الصدارة. علي بن خميس الهاشمي أبو الغيد، من يقدم لنا هذه النوعية؟ نيمار. وباعد عن الأسماء القادمة، الأسماء المنطلقة. شوف الانطلاقة الجميلة، شوف الإبداع، أطلق عليه اسم نيمار أيضا تيمنا بأحد أقوى لاعبي كرة القدم، وها هو يأتي ليكون أحد أقوى منافسي سباقات الهجن. علي بن خميس الهاشمي، ما شاء الله وتبارك الله، إني لا أرى المركز الثاني، فقد حان الإقلاع مع نيمار. نيمار علي بن خميس الهاشمي، آه يا أبو الغيد، الخنجر والسيارة، الخنجر والسيارة مع نيمار. نيمار نيمار، هذا أبو الغيد صرح في ليلة الأمس بأنه سوف يكون بطل، وكان بطل في هذا الشوط. نيمار ينتزع خنجر الجعدان في أول أشواط الجعدان. علي بن خميس الهاشمي استطاع أن ينتزع السيارة والخنجر والمركز الأول والناموس المشرف والانتصار. والتوقيت الزمني، توقيت نيمار، تحطم ودفن تحت أقدام نيمار. دقيقتين وسبع ثواني وثلاثة وخمسين جزء من